لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من السلسلة التكنولوجية من قناتكم قناة عصام السبكي. هندردش فيها النهاردة كده على مراجعة كده. انا مش مراجع موبايلات ولا عمري يعني افكر ان اكون مراجع موبايلات، بس في موبايل عليه الجدل مع مجموعة موبايلات نازلة اخر 2020 نزلت مصر فعلا وبدأت تنزل، وهتنزل على الشهر ده شهر 10 وهتنزل على اخر شهر 11 او في نص 11. فكان منهم الموبايل الاكثر جدلا اللي انا صراحة تشجعت للتوليفة بتاعته كده وجبته، اللي هو الام سامسونج جالاكسي ام 51. ده انا فعلا تشجعت وجبته لما لقيته حاجة توليفة حلوة كده. فالنهاردة انا مش هراجعه، لا انا هقول تجربتي عن الموبايل ده خلال استخدامي في الست ايام اللي فاتوا، وهقول لكم مميزاته ايه وعيوبه ايه، وهل تستحق انك تشتري المنتج ده الام 51 او الام 51 من سامسونج ولا ما تشتروش. فتابعونا. لابس نظارة ما يفتحش، دي فيها مشكلة، لازم ياخد الوش، البصمة بتاعت الوش اللي هي الاساسية. طب لازم احلق لي دقني كل يوم عشان تفتح، افرض مش عايز احلق دقني، فدي برضو حاجة تانية. البطارية، تعالى نتكلم في البطارية. 7000 ملي امبير، واول ما نزل قال لك اوه 7000 ملي امبير، حاجة روعة، حاجة جميلة. بيدعم الشاحن بتاعها 25 واط، وطبعا بيجي الشاحن بيجي معاه في العلبة هنا اهو، بيجي ايه بقدرة 25 واط. ادي العلبة 25 واط الشاحن بتاعها اللي هو ده، بيجي بقدرة 25 واط. طبعا هتقول لي ايه 25 واط يا ابو يا سامسونج، ده في شركات منزلة ما شاء الله دلوقتي منزله 65 واط و35 واط والكلام دوت، ايه اللي انت بتقول عليه ده يا عم؟ لا 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 لا. طب تعالى بقى، تعالى هنتكلم في الحته دي. طالما اتكلمنا في موضوع بطاريه، تعالى هكلمك. اولا خلينا في موضوع الاول، البطاريه 7000 ملي امبير، اوكي. قال لك بطاريه كبيره 10 على 10، كلام روعه روعه روعه، ما اقدرش اتكلم عنه، كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. طيب البطاريه دي انت لو شغلتها على 4G هو ما بيبقاش اصلا، مش نازل 5G، هو نازل 4G. لو شغلتها 4G او شغلتها العاب ومكالمات وطحنتها، البطاريه تقعد معاك يوم وربع. انا طحنت الموبايل دوت 6 ايام، بطاريه بتقعد معايا يوم وربع. البطاريه بتشحن في قد ايه؟ البطاريه بتشحن معايا الموبايل ده اهو، البطاريه بتشحن في ساعه ونص ساعتين بكتيره قوي، بس انا ما شفتش ساعتين. لو انت معاك الكاب بتشحن بالشحن الاصلي بتاعها، لو انت بتشحن بالشحن الاصلي بتاع الموبايل والكابل الاصلي بتاعها، هيقعد معاك ساعه ونص. لو جبت شاحن تعبان هيقعد معاك فتره طويله. لو جبت شاحن اصلي عاوز يشحن بشاحن قدره 25 واط والكابل بتاعه يكون اوريجينال نظيف، ما تجيبش كابل تعبان ابو 50 ولا 20 30 جنيه تقول اشحن بيه، لا، او عايز كابل محترم وراس محترمه لو انت مش هشتغل في دول، لانه بيجي لك هنا بيجي لك نظام ايه الوصله بتاعته اللي هو ايه تايب سي من ناحيتين. والشاحن حتى الشاحن لما نيجي نفتح العلبه احنا كده هنطلع الشاحن كتير بقى، الشاحن بتاعه ما بيجيش اللي هو فتحه اللي هو ايه اليو اس بي، لا بيجي نظام تايب سي اهو، او تايب سي يعني بحط تايب سي من هنا وتايب سي من هنا عشان الوصله ان هو ايه زي الباور بانك بيشحن تليفونين، ممكن يشحن معاك تليفونين. ده حاجه كويسه مفيش مشكله. البطاريه زي ما بقول لك ما بتكملش يوم وربع. طب انت لو انت ما بتلعبش مش بتاع العاب وما بتحبش تلعب، اوكي، ولو انت ما على قد مكالمات وعلى قد حاجات بسيطه في النت يكمل معاك اليوم ونص مستريح. طب لو انت على قد جايب مكالمات بس ومكالمات بس ولا العاب ولا نت ولا اي حاجه، وبتصور بتطور بفيديو بتصور فيه سيلفي مش عارف ايه ومالكش دعوه بالنت، وتقول مثلا النت عندي واي فاي في البيت، يكمل معاك اليوم ونص واليومين. لو انت قد مكالمات ايه كلمني شكرا او كلمني وخلاص، يبقى كده ده البطاريه. بطاريه اللي يقول لك بتقعد معايا يومين وثلاثه، قول له ما تزعلش مني انا اسف لحضرتك، البطاريه دي اخرها يوم لو انت هتطحنها العاب وهتقعد تيه. غير الموبايلات الثانيه ممكن ما تكملش معاك اللي هو ايه اليوم الا ربع، النص يوم بس، ده على وضع 12 ساعه ستاند باي 12 ساعه، واكتر من كده كمان ممكن توصل ل 15 ساعه. كلام جميل. بعد كده نتكلم برضو حاجه ثانيه، البطاريه
الشاحن اللي جاي مع البطاريه 25 واط. عايز يقول لي ده في موبايلات 65 واط وحاجه، اوبا اوبا اوه. لا لا لا، تعالى بقى، تعالى لي تعالى لي كده، تعالى لي تعالى لي تعالى لي. ما تفرحش ان الشاحن سريع، ما تفرحش معايا ان الشاحن سريع، صدقني ما تفرحش ان الشاحن سريع. ليه بقى؟ لانك انت كده بتدمر عمر البطاريه. ما تفرحش ان الشاحن في الموبايل هنا سريع، يعني الشاحن الشواحن في الموبايلات الناس بتقول لي ايه ده، في شركه معينه منزله 65 واط، اوعى اوبا لا 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 لا. واحد مراجع من المراجعين ضحكني ضحك حلو قوي، قال لي بيقول مش قال لي انا بقى بيقول له كنت وانا ما قاليش انا يعني، انا هيقول لي انا اقول لي انا عم بايه، يقول لي ده انا جربت الموبايل مثلا اللي هو نازل لسه قريب من ريلمي 7 برو، وانا 15% وسبته ودخلت نمت، وقمت الصبحيه خدت الشاور بتاعي والحمام والكلام ده وحطيته في الشاحن، والشاحن معايا 50% في 12 دقيقه بالظبط او 12 دقيقه بالظبط، يعني لما دخلت الحمام وطلعت من الحمام والكلام ده شحن معايا 100% في خلال ربع ساعه او 20 دقيقه كان شحن 100%. ما تفرحش بكده، ما تفرحش بكده صدقني. ليه بقى؟ هقول لك ليه. البطاريه دي البطاريات كلها اللي في الموبايلات جايه من نوع ليثيوم بلوتونيوم، ليثيوم بلوتونيوم. طب دي شرايح، دي شرايح، لو نتكلم في البطاريه دي شرايح مع بعض، شرايح ليثيوم مع رقائق من البلوتونيوم، فلما تجيلها كهرباء سريعه بتدمرها. فعشان كده الشركات اللي هي بتنزل كل 3 شهور دول على كل 6 شهور دول، تلاقي مثلا النهارده نزل مش عارف 6 برو 5 برو، بعد 3 شهور 7 برو، بعد 3 شهور بيستعد لل 8 برو، بعد مش عارف يعني مش عايز اقول اسماء عشان ما تقولش انت بتعيب في الشركات، لا 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 انا مش بعيب في الشركات، كلهم محترمين وكلهم زي الفل. ما هو بيعمل لك 6 شهور بيدمر لك فيهم البطاريه بالشحن السريع انت فرحان بيه اللي انت بتحطه واشحن بيه. معلش ما اصل ليا كلمه ما بتحش في زوري، هو لازم اتكول في موضوع البطاريه ده. ما تفرحش بكده، انت بتدمر بطاريتك بسرعه، بطاريتك في موبايلك بتدمرها بسرعه عشان 6 شهور تقول يا البطاريه خلصت عامل ايه الحقوني، خلاص نزل لك الموديل الجديد البرو الجديد والعادي الجديد، وانزل واشتري وبيع واشتري، وفي النهايه انت بتخسر فلوسك. انت بتجيبه النهارده بسته، بكره بعد ما تجيبه بيخسر 1000 جنيه على طول، اول ما تحط فيه الشريحه وتطلع الموبايل بيخسر 1000 جنيه، طب بعدها بتاع 4 شهور نزل الموديل الجديد بتخسر لك فيه 2000 و3000 جنيه، يعني انت جبته بسته تبيعه بثلاثه، يا خرابي راحت فلوسك يا عباس. على عكس الشركات الثانيه براند ثاني زي اللي احنا بنتكلم عنه سامسونج، بيبقى حافظ مكانته، ان خسر خسر لك، خسرت بعد سنه بتخسر 1000 1000 ونص 2000، بس انت بعد استهلكته سنه. ليه؟ لان كل سنه بينزلوا موديل، يعني الام سلسله الام دي، سلسله الام دي اهو نزل منها ايه؟ نزل منها الام 30، الام 31 السنه اللي فاتت، بعدين 30 31 وبعدين الام 51، حاجه غير دي يعني، ال 51 غير ال 30 غير الايه؟ ال 31. فكل سنه بينزل لك موديل، يعني عندك الام فيها سلسلتين، سلسله الام 10 والام 11 نزل منها، والام 30 والام 31 والام 50 والام 51، ونزل برضه لسه نازل قريب الام 41. فكل دي موديلات زي ايه؟ يعني النسخه المصغره من الايهات، بس اقواهم الام 51 ويعادل الام ايه 71. كلام جميل كده. احنا قلنا بطاريه، ما تفرحش، ما تفرحش ان انا بشحن البطاريه بسرعه واقوم اغسل وشي واخش الحمام واخد شاور وافطر واشرب القهوه بتاعتي ولا الشاي بتاعي وخلاص وانزل بالبيت، بس صدقني شهر بالظبط شهرين والله ما هتلاقي البطاريه دي معاك بتخلص بسرعه. وعن تجربه، انا جبت موبايلات الفتره اللي فاتت الشاحن بتاعها فوق وسريع وحاجه روعه، البطاريه في خلال 3 شهور ما كانتش بتقعد معايا، كنت بشحنها مرتين في اليوم، وكنت ببقى فرحان ان انا احطها 5 دقايق واشيلها، لا ايه ولا 10 دقايق، هوبا هوبا لا لا ايه، البطاريه البطاريه بقت زي الفل، جابت الفل في ايه في ربع ساعه، فرحان انا بكده. لا بس انا كده بدمر عمر البطاريه. كده خلصنا من البطاريه وعمر البطاريه طبعا، وشرحنا الشحن السريع. طبعا احنا قلنا البروسيسور بتاعه 730 جي من البروسيسورات المحترمه جدا 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 جدا، مع المعماريه بتاعته 8 نانومتر طبعا زي ال 720 وزي ال 730، 720 جي وال 720 عادي وال 730 الجي وال 730 العادي وال 732 النازل في موديلات ثانيه، معماريته كويسه. بس برضو في حاجه، مش في حاجه، البروسيسور بيسخن
انت بتقول تعوز تجربتي بقى. ادي اول عيب، بيسخن بيسخن معرفش ليه، حاسس ان هو مش 730 جي ابدا. يعني لو قلت لي اكزينو اقول لك اه، ان مش ممكن انت في جيبك بيسخن. ده احنا دلوقتي الجو بقى حلو وبقى مش حر، الموبايل لما تحطه على ودنك كده بحس بسخونيه، لما اشغل 3 جي 4 جي ولا نت بحس برضه بسخونيه. ده حاجه يعني غريبه مش عارف ليه. فدي من ضمن العيوب اللي انا ملاحظها. انا كان معايا الشاومي المي 9 تي ما كانش بيسخن، ده بيسخن سبحانك يا رب، ما اعرفش ليه السخونه بتاعته بيسخن بيسخن يعني. فدي حاجه برضو من ضمن العيوب اللي برضو موجوده في سامسونج. هل الشركات الثانيه بيحطوا تهويه، بيحطوا مبرد مثلا حاجه بسيطه بحيث انه ما يسخنش قوي، درجه الحراره ما تعلاش قوي يوم يد؟ لان انا كنت معايا المي 9 تي ما كانش بيسخن صراحه، كنت هلكه وشغله كان 730 بس مش جي، وكنت هلكه شغل وكان السخونه بتاعته حاجه بسيطه ما كنتش بحس. لكن هنا بحس بالمنطقه دي كده مولعه نار، المنطقه دي كده هنا مولعه نار، ودي سخونيه طبعا. هنا البروسيسور هنا بحس بنار نار نار. فده كان البروسيسور طبعا. انا مش هقول لك ان هو مع معدل رسومي والكلام ده، انا مش دعوه بالكلام، انا بتكلم عن العيوب اللي لقيتها فيه والميزات اللي انا فيه. الذاكره حلوه 128 جيجا بايت، رامات 8 جيجا، وده حاجه سريعه بيخليك سريع قوي وتحسش بحاجه. لان طبعا حتى السوفت بتاعه كمان الوان يو اي 2.2 كمان جميل جدا، حلو خفيف سوفت لذيذ كده عليه، ومتحسسكش بانك بياخد حاجه من الرامات. غير في سوفتات تقيله قوي بتسحب، مثلا يقول لك 8 جيجا تلاقيه واخد 4 جيجا لوحده. لا السوفت بتاعه خفيف 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 وحلو وجميل ولذيذ، وانا بحب سوفت سامسونج صراحه. يعني اليو الوان يو بحبه قوي جدا، حلو سوفت مستقر، سوفت بيشغل كل البرامج اللي انت نفسك فيها بيشغلها. فده كان غير كده ان انت بتركب كمان هنا اهو معاك هنا خطين وكارت ميموري. لو عايزين اطلع لكم ثواني كده اوريكم برضو خطين، اظن انتوا يعني شفتوا مراجعين فمش محتاجين نفتحها، بس نفتحها برضو عشان ايه يبقى نوري الناس مصداقيه. يعني طبعا بيشيل خطين وكارت ميموري اهو عشان نقول ادي خطين وكارت ميموري. طبعا الشركه في موديلات نازله خطين اهوت وكارت ميموري اهوت، برضه عشان نقول للناس ان خطين وكارت ميموري. تمام كلام جميل كلام زي العسل. نقفل بقى كده خطين وكارت ميموري. دلوقتي احنا معلش اما نيجي نصور فيديوهات ونصور بنعمل تصوير بنحمل برامج بننقل عندنا برامج تقيله، فبتلاقي الذاكره في خلال مثلا شهرين ثلاثه اتملت. طب انا عاوز افرغها بضطر امسح حاجات، فلما يكون عندي كارت ميموري ابدا احمل الحاجات دي، مثلا فيديوهات صور مناسبات برامج اغاني اللي انا نفسي فيه كله بحمله على الكارت. حسب بقى بجيب كارت بقى 16 32 64، انا جايب كارت 64 دلوقتي والله اتملى. دي انا كان معايا الشاومي المي 9 تي كان معايا وكان خطين، يا خطين يا خط وكارت ميموري بس. لا هو الشاومي مي 9 تي خطين بس ما فيش كارت ميموري لانه بعتمد على الذاكره ال 128. خلال 3 شهور بالظبط كان الموبايل معايا مليان، اضطريت ان انا افضي على اللاب بتاعي عشان ايه اوسع مجال للذاكره. لكن انا دلوقتي حاسس ان الذاكره معايا كويسه. ليه؟ انا في كارت ميموري ممكن اجيب 128 كمان، لو يعني ربنا سهلت الامور ممكن اجيب كارت 128 كمان معايا، يبقى ايه مريح انا الذاكره بتاعته وشغال على الكارت، بحيث ان لو حصل حاجه للموبايل حب يتفرمط انا معايا الكارت اقدر اطلعه انقله على اللاب انقله في اي حته. لكن انا دلوقتي لما مثلا كان معايا الموبايلات اللي هي ما بتشيلش كارت ميموري ما بشيلش كارت ميموري، فدي مشكله. ان انت لما تحب مثلا لا قدر الله عاوز تعمل سوفت يبقى كل حاجه راحت من عليك، يبقى تعب 3 4 شهور راحوا من عليك، مشكله مشكله كبيره. بس فدي كانت ايه دي برضو ميزه انا عجباني فيه الكارت الميموري. اي موبايل فيه كارت ميموري انا بحترمه، بيشيل كارت ميموري خطين انا بحترمه اي نوع بقى، بس لازم برضو نشوف الامكانيات والطبخه بتاعته. فكانت طبخته لحد دلوقتي كده كويسه جدا جدا معانا. طبعا الواجهه بتاعته الوان يو اي 2.2 مستقره نوعا ما كويسه. في برامج بقى كنت بحب مثلا ما كانتش فيها مثلا اغلبيه الموبايلات اللي جبتها من اوبو وريلمي والشاومي ما كانتش بتشغلها. زي ايه؟ هتقول لي لا ايه ده، واحد يقول لي لا 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 معلش ستوب 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 ده بيشغل كل البرامج. طب ماشي يا سيدي بيشغل كل البرامج تمام، بس في برنامج عندي المؤذن، يعني انا بحب مثلا برنامج المؤذن اللي هو زي ده كده اهو ده. او استنى افتحه لك الموبايل هوريك برنامج المؤذن
اللي هو ده هو ادي البرنامج المؤذن اهو. برنامج المؤذن ده انا بحبه، بيذكرني بالاذان. في الموبايلات اللي هي اللي كنت اجيبها ما كانتش بيأذن، كان يقول لك اقتربت الصلاه، لكن كي يأذن لا، لازم يكون، انا في الشاومي كنت لازم الجهاز يبقى مفتوح، الشاشه مفتوحه كده عشان يأذن، ما مش مفتوح ما يأذنش، وتلاقيه بيهيس، ممكن تلاقي العصر قلب في المغرب والمغرب في العصر. جربت كل البرامج، قال تقول لي مثلا طب ما تغير برنامج تاني، هيجي واحد يقول لك ايه طب ما تغير برنامج تاني، ما تجيب برنامج تاني. ماشي يا سيدي انا تحت امرك، اجيب برنامج تاني مفيش مشكله. كل البرامج انا جربتها ما بيشتغلوش، على السوفت ده شغال. حته كمان عجباني فيه تسجيل المكالمات، انا واحد بحب اسجل مكالمات الصراحه، بس مش للناس كلها يعني، بيبقى فيه شغل، وبعدين الذاكره عندي ضعيفه شويه، انا يعني الزهايمر ممكن يكون عندي سنه زهايمر، فبعمل ايه؟ بسجل مكالمات عشان ابدا اراجع اللي في شغلي، طبيعه اللي ايه الحاجه او طبيعه الاوردرات اللي انا بشتغل فيها او طبيعه شغلي اللي انا بشتغل فيه. فدي كانت حاجه برضو عجباني، كانت موجوده في الشاومي، بس دلوقتي بعد هواوي ومشكله هواوي اللي حصلت اصبحت الشركات بتشتغل بتطبيق اتصالات جوجل اللي هو ما فيهوش فيه تسجيل مكالمات، وناس كتير اشتكت، ويا جماعه عايزين تسجيل مكالمات، عايزين تسجيل مكالمات، عايزين تسجيل مكالمات، بيضطروا ان هو يفك الروت ويعملوا نسخه تانية بتاعت اندونيسيا او الهند عشان يعملوا ايه تسجيل مكالمات. ف يعني برضو الخاصيه دي عجباني في السوفت ده. فده كان مبدئيا كده السوفت بتاعه الوان يو اي 2.2 جميل. هتقول لي السوفت ده مختلف عن اللي في الاي 71، الاي 52 51 يختلف؟ هو مش اختلاف كتير، بالعكس هما شايلين شويه حاجات كده، كانوا حاسوه ان هما متقلين السيستم وما حطوش هنا. يعني ايه مثلا؟ افتح مثلا دلوقتي مثلا الفولدر اللي في الجنب، في فولدر كده بتفتح في الجنب كده، كان في الاي 71 بتطلع كل البرامج، انا مش محتاج الليله دي كلها. عجباني كمان برضو حاجه قبل ما نخلص الموضوع ده عشان نخش على حاجه ثانيه، الكره دي اللي هي الكره المساعده او النظام المساعد، بيجيب لك كل البرامج هنا، تقدر تفتح تقفل الشاشه، تقدر عن طريقه اهو، تقدر عن طريقها برضو اللي هي تقفل الموبايل، برضو تعمل كذا حاجه، ترجع على زرار الباك اهو، لما اجي افتح كده زرار الباك، الرجوع الرئيسيه الاخيره، درجه الصوت، كذا حاجه عندك فيه موجود عندك كذا حاجه عشان برضو ايه نقرب الناس. تمام، ادي الكره اهي، وادي الكره المساعده اهي عشان ايه الناس تشوفها برضو بوضوح. دي كانت بدايه يعني، لسه برضو هنكمل مع بعض. هنيجي بقى الكاميرات، بقى الكاميرات في الموبايل بتاعنا ده، الكاميرات جميله جدا مش وحشه، كاميرا خلفيه مش وحشه. عندك الكاميرا الاساسيه ديت 64 ميجا بكسل، طبعا 64 ميجا بكسل مش بفتحه عدسه 1.8، انا ماليش دعوه بالفتحات، فتحات كويسه مش وحشه، بتدخل اضاءه كويسه. عندك الثانيه اللي هي التصوير الواسع 12 ميجا بكسل، كويسه جدا مش وحشه، فتحه اللي هو بالتصوير الواسع فتحه 2.2. المستشعر في الكاميرا الاساسيه اللي هو ال 64 جايب سوني اي ام اكس 682، مش وحش مستشعر سوني جميل، موجود في الريلمي وموجود في البوكو اللي نازل جديد، بوكو اكس 3 ده، وفي شركات كتير واخده المستشعر اللي هو ايه السوني اي ام اكس 680. الفتحه قلنا الكاميرا الثانيه اللي هي التصوير الواسع بيتوسع اللي هو الوايت انجل، الوايت انجلس الواسع، الكاميرا على واسعه 12 ميجا كرقم حلو، وكفتحه 2.2 مش وحش، واللي هنا 64 فتحه 1.8 برضو بتدخل اضاءه كويسه. طيب عندك بعد كده كاميرتين التانيين، ادي الكاميرا دي، الكاميرا اللي فوق هي دي الفوق دي اللي هي بحجم 5 ميجا بكسل، 5 ميجا بكسل، وهي بتاعت العزل او البورتريه، بتاعت العزل او البورتريه. الكاميرا الاخيره اللي هي بتبقى هي دي الميكرو، دي الميكرو، وطبعا الاثنين جايين بفتحه عدسه 1.2 مش وحشين يعني، واحده للعزل واحده للايه، واحده اهي دي الميكرو والثانيه بتاعت العزل. الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل، كاميرا السيلفي فتحت 0.2، بس كنت عاب عليها انها لو كانت صغيره سنه يعني، ما تصغرها سنه شويه اللي هي النوتش اللي انت او الدروب زي ما بقول عليه، صغرها سنه، مش لازم انها تبقى حجمها كبير قوي كده، صغرها سنه يا سوسو، صغرها سنه يا ابو سوسو، كبيره برضو كبيره يعني، في موبايلات تانية مصغرينها بس كحلو. الكاميرا الخلفيه ككاميرا فيديو
التصوير جميله جدا 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 بالليل وبالنهار. الكاميرا دي اديها انا 9/10 فعلا يا جماعه، بس السيلفي اديها 7/10. بتحس بص انت دلوقتي لابس تيشيرت بينك اهوت والالوان ظاهره في لسعه كده، لسعه في الفيديو بتاعها جميل جدا. هو الفيديو بتاعها انا مش هقدر اقول لك ان الفيديو بتاعها وحش، لا حلو، بس في التصوير بتدي لسعه كده. حاولت اظبطها كذا مره، لا بتدي لسعه. مثلا ده بينك مثلا غامق شويه يعني بيدولك فاتح، لو انت لابس احمر يدولك فاتح، لو لبست اسود بيديك اسود فاتح، ففيها لسعه. ما اعرفش اللسعه دي حاولت اظبطها اعمل توليفه برضو ما عرفتش يعني. فدي كانت الكاميرات، الكاميرات بتاعتها القداميه الخلفيه اديها 9/10، هنا الكاميرا الاماميه في الفيديو اديها 9/10، في التصوير اديها 7/10، مش عجبتني قوي. تعالى بقى خش في حاجه ثانيه، قالوا الشبكه وحشه، ده الشبكه مش عارف الواي فاي زي النيله والاطران والزفت. لا 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 صراحه شبكتها، انا كان معايا الشاومي مي 9 تي والريلمي 5 والريلمي 6 والاوبو نفس الشبكه. بالعكس انا بنزل والله بنزل بيها، انا في الدور الرابع بنزل بيها واتمشى حد نص الشارع والاقي شبكه الواي فاي عندي لسه لقطه لسه لقطه. فشبكتها 10/10 يا جماعه الخير، وما اقدرش اقول لكم ان الشبكه دي وحشه، لا الشبكه دي جميله جدا 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 وقويه. واللي يقول لك شبكه وحشه واتصال وحش، لا شبكه سامسونج حلوه جدا جدا جدا. تمام، هنتكلم عن الشاشه. طبعا الشاشه عندنا هنا سوبر اموليد 16 مليون لون بمعدل 60 هرتز، مش وحشه طبعا. احنا بيقولوا بقى ان في شاشه نازله اي بي اس 120 هرتز، ده حاجه عاليه قوي قوي قوي، ريزولوشن عالي 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 جدا جدا جدا. طب ماشي ماشي، اول بقى واحده واحده، سوبر اموليد احسن من اي بي اس مهما تعمل ومهما تقنعني، لا السوبر اموليد احسن، او الاموليد بالذات في شاشه السامسونج انا بحترمها جدا 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 يا جماعه. ليه بقى؟ شاشه محترمه محترمه. انا كان معايا الشاومي مي 9 تي ومعايا كان الريلمي 5 وكان معايا الاوبو اف 9، الشاشه ما كانتش حلوه، ما كانتش حلوه خالص نهائي. اخر حاجه الشاومي كنت دايما اقعد في الشمس كده وعلي الاضاءه على الاخر واقول يا ربي مش شايف عشان اطلع رقم، فين الرقم فين الرقم او فين الصوره. لكن ده معلش انا عامل ده على نص الاضاءه دي، خلي فكره دي كده هو نص الاضاءه مش الاضاءه كامله يعني. لو عملت كده اهوت وعليت الاضاءه، بص الاضاءه عامله ازاي ما شاء الله، اضاءه عاليه جدا اهو. قال لك يقول لك استخدم مش عارف الاضاءه عاليه جدا اهي اضاءه عاليه، لا انا بعملها على ايه نص الاضاءه اهي اهي. خلينا نعمل كده في الحركه بتاعتنا الحلوه دي اهو، النص الاضاءه كده اهو، قللت نص الاضاءه في الشمس. في الشمس عندي في الشمس حاجه جميله جدا، بشوف واضحه ورؤيه واضحه. فالشاشات السوبر اموليد حتى الريزولوشن بتاعها 1080x234 بيكسل، جميله جدا. الشاشه جايه بحمايه جوريلا جلاس الجيل الثالث. طبعا انا مش عارف ليه يا سامسونج، كلمه كده حرقه زوري يعني، حشاف زوري، ما تعمليش جيل خامس ليه؟ ما انت الموبايل واخده فيه ثمنه وما شاء الله كسبانه فيه يعني. ما انت عندك الشركات المنافسه حاطين الجيل الخامس، اشمعنى انت حاطه الجيل الثالث؟ يعني انت مش عامله موبايل ب 4000 جنيه وتقول احط لكم جيل ثالث، يعني انت عامله موبايل مثلا ده واصل 6300 جنيه في السوق من غير السماعه ومن غير هديه ومن غير كارت الشاشه. 6300 دلوقتي سعره ثابت على 6300 6200، ما تحط الجيل الخامس، ايه المشكله يعني؟ بس طب ليه؟ انا عايز اسال سؤال يعني، ليه بتقلي في الخامات بتاعتك وانت معلش انت عايز تكسب السوق ولا تطلع من السوق بسرعه؟ وخاماتك كمان ضعيفه يعني، انت عامله موبايل فريم بلاستيك، الفريم بتاعه بلاستيك، الظهر بلاستيك بوليكربونات، البوليكربونات بقول لك ومن خاماته اللي المراجعين قالوا ضعيفه، وبعدين بيتبصم، بص تلاقي البلاي بيبصم، لازم اجيب منديل كده اهو اقعد امسح فيه او احطه في جرابه من اللي هو بيبصم بسرعه. وبعدين عامل معاه موبايل معلش كارت الاي 71 عامله فيه انعكاسات كده وتحس ضوء اللون اللي هو الابيض بتاعه كان داخل فيه كده كذا لون، البينك في ابيض يعني. طب انت ليه ايه انت عاملاه ساده كده؟ تحس انت تقول لكم هو ده كده حلو قوي عشان جايب لكم بطاريه 7000 ملي امبير، مش حلوه برضو يعني. انا بقول لك انا بتجربتي مش حلوه قوي، مش هي اللي تقعد معاك يومين يعني، ايه انا عايز نفسي تقعد معايا يومين واهركها واهلكها هلك، لا
دي اخرها يوم زي ما قلت لكم يوم البطاريه لو انت هلكتها، يوم وربع، يوم ونص لو انت استخدامك خفيف جدا 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 بس يعني مش فده يعاب ان انت البادي بتاعها. غير كده وزن الموبايل تقيل شويه، فريم بلاستيك مش مضاد للميه طبعا، مش مقاوم للميه، لان يعني في موبايلات نزلت قريب مقاومه للميه ومقاومه لرذاذ الميه لو جت مطر ولا حاجه لازم تخلي بالك انت الدنيا مطرت عليك. ده احنا طبعا داخلين في جو اجواء الشتاء الجميله بتاعتنا. فده كان الموبايل. طبعا هتقول لي طب انت دلوقتي انت شرحت الموبايل كده وطولت عنه قوي وفي ايه يا عم، انت المراجعين كلهم ما كملوش 7 8 دقايق فيه ولا 10 دقايق فيه. بص بقى معايا، انا بقول لك تجربتي، الموبايل تستحق تدفع فيه فلوس. موبايل حلو مش وحش جميل، فيه امكانيات سوفت مستقر، فيه كل انا نفسي فيه خلطه كده عاملاها سامسونج وسعر حلو. لان انت اقول لك حاجه، احنا من يومين شفنا تسعير ريلمي الـ 7 برو نازل ب 6990 وعليه السماعه الهديه وده في جوميا. طب في السوق مش هينزل نازل ب 6990 مش عليه سماعه هديه، سبحان الله. يعني هو جوميا عامله لمده 24 ساعه من الساعه 2 الظهر توقيت النهارده، 2 الظهر بكره هينزل الحجز بتاعه او انت تطلبه من جوميا او سوق، لا يا رب سوق دوت كوم او جوميا، لا سوق معلش سوق دوت كوم، هطلبه من سوق دوت كوم وعليه سماعه اللي هو السماعه بتاعتهم هديه، وهيجي لك ب 5990. سعره في السوق كام؟ 5990 من غير الهديه. طب ما فرقتش ان انا 5990 6000 ادفع كمان 200 جنيه واخد حاجه برند محترم من شركه محترمه عارفه بالدخل بتحط ايه اللي جواها. طبعا الشركات التانيه بتلعب على ايه؟ الخامه بتاعتنا احسن من الخامه بتاعت السامسونج، لا هو كلها خامات واحده بس السامسونج كبرند او كاسم بتحافظ على اسمها سامسونج، بتحافظ على الكلمه دي عندها مهمه جدا. وبعدين الموبايل معلش بتنزل موبايل كل سنه، مش بتنزل لك موبايل كل 6 شهور، قيمه الموبايل بتبقى محافظه عليه. انا الموبايل ده مثلا اهو لو بالنظام ده كده وحافظت عليه 3 4 شهور مش هخسر فيه كتير، لكن انت خلال 3 4 شهور في موبايل تاني بتخسر جامد، صدقني بتخسر جامد. موبايل قلنا طبعا دي مميزاته، عيوبه العيوب بسرعه بقى، عيوب بسرعه بعدين عيوب لا تذكر. هو حجمه تقيل شويه، موبايل حجمه تقيل بس انت بعد شويه هتتاقلم عليه. انا طبعا لما جبته اول 3 4 ايام على الجروب في الفيس قلت يا جماعه انا خدت فيه قلم خدت فيه خازوق، لكن دلوقتي بعد ما جربته وتعاملت معاه لا موبايل حلو مش وحش جميل. والكاميرا بتاعته انا ظبطتها، يمكن انا اكون غلطت ان انا ظبطت الكاميرا ظبطتها موبايل كويسه. كاميرا السيلفي من ضمن العيوب برضو انها بتلسع شويه وانت بتصور فيها لسع، هسيب لكم صور ليها يعني اخر الفيديو هسيب لكم شويه صور فيديو تبصوا عليها. الكاميرا الخلفيه 10 على 10، كاميرا السيلفي في الفيديو جميله جدا، في الخلفيه 10 على 10 او 9 على 10، في الصور في الخلفيه برضو جميله جدا، هصور هسيب لكم برضو شويه صور. بيسخن من ضمن العيوب بيسخن، هو الموبايل بيسخن، فدي كانت عيوبه. بطاريته برضه ما بتكملش اليوم وبتكمل بس كان معاك اليوم مستريح او اليوم وربع. طبعا بالنسبه للموبايلات الثانيه حلو مش وحش، طبعا عايز شاحن بالشاحن مش اي شاحن، في موبايلات ثانيه بتشحن باي شاحن ممكن اي كابل، لكن ده عايز كابل صحته تكون كويسه جدا يكون حاجه محترمه عشان يبدا يشحن معاه، غير كده ما كابل جبت تعبان وراس شاحن تعبانه مش هيشحن معاك، هيقعد هيعمل زي ما انا عملت كده، شحنته بشحن معايا عادي وكابل عادي قعد 7 ساعات يشحن ووصل 60%، لما جيت شحنته بشحن محترم وراس اوريجينال وكابل اوريجينال ما كملش ساعة ونص واداني 100% والبطارية فل. ده كان تجربتي معاه. تستحق تشتريه ولا لا؟ في ظل اللي نازل كله لا، اشتري الـ M51 اشتريه. انا بقول لك اشتريه وعن تجربه ومش كلام اي كلام، واول مره راجع مش انا عمري ما راجع موبايلات تاني بس دي تجربه انا جربته. عاوز اشتري M51 يا جماعه اشتريهم، انا بقول لك اشتريه وبثقه اشتري، ودي تجربتي عنه اشتريهم صدقني موبايل جميل جدا، وتحط فلوسك قيمه مقابل سعر، قيمته فعلا مقابل سعره جميل احسن من اللي موجود نازل دلوقتي
720 جي وسيبك من 732 او فريم بلاستيك، بس الكاميرا اماميه مش قد كده ولا كاميرا خلفيه برضو، ما تعرفش اللي جوه ايه النظام، ما بيشيلش كارت ميموري، المودات الناس ده ده بيشيل كارت ميموري، ما بيسجلش مكالمات، ده بيسجل مكالمات. فعشان انصحك عاوز تجيب ايه جيب ده. لو عجبك الفيديو بقى اديني بقى اللايك الجميل، واشترك في القناه وفعل زر الجرس واكتب لي كومنت. وانا اسف طولت عليكم، بس دي تجربتي اللي قلتها لكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده ومن سلاسل القناه، سلاسل جديده من قناتكم قناه عصام السبكي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فيديو بالكاميرا الخلفيه يعني جميل مش وحش، واضح يمكن اكون انا مثلا مش مثبت ايدي او بالظبط الاوبشن، بس الكاميرا التصوير كويس مش وحش ودقيق، يعني مش بقول عليه وحش، لا حلو في الفيديو. ولو كان طبعا منطقة مصور منطقة بعيدة قوي او عالية كانت عندي، ودي كمان ادي صور بصورة جميلة، يعني صور الخلفية كاميرا خلفية يعني بقعد لك بديها 9/10 كويسة جدا. نخش بقى على الكاميرا السيلفي، بحس ان فيها لسعة شوية في الالوان بس برضو كويسة يعني مش وحش.